طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل الخير، اهلا ومرحبا بكم معنا الى نشره اخبار الثقافه من قناه عمان الثقافيه، نستهلها بالعناوين. انطلاق الايام الثقافيه بولايه ضلكوت. افتتاح المعرض السابع للمصورات العمانيات في دار الاوبرا السلطانيه مسقط. ميناء عرض فلسطيني برتغالي يستنطق التراث. أهلا بكم. انطلقت بولاية ضلكوت فعاليات الأيام الثقافية التي تنظمها المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار وتستمر لمدة يومين. تشتمل فعاليات الأيام الثقافية بضلكوت على معرض للتراث والثقافة يضم جناحا للفنون التشكيلية وجناح رائدات الأعمال والحرف وآخر للجمعية جمعية المرأة العمانية بالولاية، إضافة إلى إقامة محاضرة بعنوان المخدرات وتأثيرها على المجتمع ومسابقات ثقافية في الفنون التشكيلية والإلقاء الشعري والإنشاد الديني، إلى جانب عروض من الفنون التقليدية بمشاركة أهالي الولاية. متابعة مشاهدينا الكرام لهذه الفعالية الأيام الثقافية بولاية ضلكوت، ينضم إلينا عبر الهاتف الفاضل أحمد بن سالم الحجري مدير عام المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار. مساء عليك بالخير أستاذ أحمد. مساك الله بالنور أخي عقيل. يا مرحبا بك. هذه الاستضافة للحديث عن الأيام الثقافية في ولاية ضلكوت. يا مرحبا. إضاءة لهذه الفعالية الثقافية الجميلة أيضا بمجمل المناشط والفعاليات التي تشتمل عليها. حقيقة انطلقت هذه الفعاليات، طبعا هذه محطتنا الرابعة، هذا النهج الذي انتهجته المديرية العامة للتراث والثقافة، محطتنا الرابعة التي تجوب ولايات محافظة ظفار من البادية إلى الجبل إلى الساحل. حقيقة انطلقت الفعاليات تحت رعاية سعادة أبو بكر باعمر عضو مجلس الشورى ممثل ولاية ضلكوت بافتتاح معرض التراث والثقافة، والذي كان بشراكة مع القطاع العام والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني. من خلال هذا المعرض كانت هناك فكرة إبراز الموروث الحضاري والثقافي من خلال الفنون التشكيلية، وأيضا من خلال التعريف برائدات الأعمال والأعمال التي تقوم بها في المنازل. نعم. وأيضا جمعية البيئة العمانية التي كانت شريكا حقيقيا في هذه الفعاليات، وجمعية المرأة العمانية بضلكوت. وبحمد الله الفترة المسائية أيضا هناك محاضرتين، محاضرة عن دور شركة الميثانول في المسؤولية الاجتماعية وما تقدم هذه الشركة من دعم للقطاع العام والقطاع المجتمع المدني، وأيضا المخدرات وأثرها، بالإضافة إلى ما تفضلت به هناك مسابقات شعرية وفي الإلقاء والشعر والطرب. إذا ما تحدثنا أيضا عن المحطة القادمة أو محطة الغد، أيضا أتوقع هناك أو مثل ما تابعنا هناك بعض الفعاليات ذات الطابع التراثي والفني لمشاركة أيضا فنية لمجموعة من الأسماء الفنية الجميلة. صحيح. بالنسبة للفترة الصباحية غدا إن شاء الله سوف تكون هناك ثلاث محاضرات، محاضرة خاصة بتمكين المرأة ودورها في الاتفاقيات الدولية والتشريعات العمانية، سوف أقدمها في مدرسة ضلكوت التعليم الأساسي، وأيضا التحصينات في المناطق الجبلية يقدمها الباحث مسلم المعشني، بالإضافة إلى الشيخ مسلم المسلي سوف يقدم دور الأسرة وأهمية المحافظة على الأبناء والآليات التي يجب أن تتخذ من قبل الأسر من خلال متابعتهم لأبنائهم وتعرضهم، خاصة الآن أصبحت فئة الشباب فئة مستهدفة من العديد من الجوانب وخاصة آفة المخدرات. بالإضافة إلى الفترة المسائية على ما تفضلت سوف يكون هناك مجموعة من الشعراء، الشاعر عامر الحسني والشاعر عيسى جعبوب وعدد من شعراء ولاية ضلكوت، بالإضافة إلى هنا تختتم الأمسية بأمسية فنية يحييها الفنان الكبير أحمد مبارك غدير وأيضا مسلم كيهود وسالم قطن. جميل. إذا أستاذ أحمد، عندما نتحدث أيضا عن هذه الرسالة الثقافية التي تضيء من خلال هذه الفعاليات الأيام الثقافية اللي إن شاء الله كذا تجوب نقول ولايات المحافظة بهذا الثراء الجميل، إنها تحمل أيضا الرسالة التوعوية الصحية المرورية الاجتماعية، وبالتالي مشاركة الجهات والتفاعل معها أيضا واختيار التوقيت لتصل هذه الرسالة للمجتمع. حقيقة أخي عقيل، طبعا هناك يعني شراكة حقيقية مع الجهات المعنية
بالجانب التوعوي، شرطة عمان السلطانية، بلدية الظفار، الادعاء العام، وزارة الأوقاف. هذه الجهات الحكومية حقيقة كانت داعمة وشريك حقيقي في تفعيل هذه المناشط، بالإضافة إلى القطاع المجتمع، جمعيات المجتمع المدني أيضا كانت حاضرة، وأيضا من خلال هذا. نعم، إن شاء الله أيضا احنا تكون لنا المتابعة من خلال فريق العمل الفني المتواجد معكم لرصد كل هذه التفاصيل الفنية بما تحمل إن شاء الله من رسائل إيجابية مهمة. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة المسائية. أحمد بن سالم الحجري، مدير عام التراث والثقافة بمحافظة ظفار، أهلا بكم من جديد إلى متابعتنا الثقافية لهذا المساء. قصص فنية سردت بلغة الضوء في معرض المصورات العمانيات، جاء ذلك خلال إقامة الجمعية العمانية للتصوير الضوئي المعرض السابع للمصورات العمانيات في فن التصوير الضوئي. عدسة وامرأة وتوثيق الإبداع بصورة، لنتخيل مساحة الجمال التي ستجمعها تلك الالتقاطة للصور. معرض التصوير الضوئي السابع للمصورات العمانيات الذي تسجل فيه المرأة حضورها كل عام وتهدين الأجمل من لوحاتها، جاء ليجسد المستوى الذي وصلت إليه المصورات العمانيات في فن التصوير الضوئي، وهو ما عبر عنه زوار المعرض خلال تطوافهم ومشاهدتهم للصور المعروضة. جرأة كذلك في الطرح من قبل بعض المصورات، سواء في مضمون القضية ارتباطها بالقضايا الاجتماعية، أو حتى التجرؤ من خلال الخروج عن ما هو مألوف اللي هي تطلع إلى البيئة القاسية، الصحراء وغيرها، وتنافس كذلك في التصوير. أعمال جميلة بأمانة، وكذلك كان من المشرف أن التقيت في بعض المصورات اللي حسب ما عرفت أنهم لهم مشاركات على المستوى الإقليمي ومشاركات على المستوى الدولي. قطعنا شوط لا بأس به، وجود المصورات اليوم بيحتفلوا بهذا اليوم بمعرضهم هذا، أتت فكرته في الأساس انطلاقا من الاحتفال بيوم المرأة العمانية بالتاريخ 17 أكتوبر. لذلك المصورات لهم الفخر حقيقة، ومن حقهم أنهم هم يسعدوا بوجودهم في كذا فعالية. تنوع الأعمال للمصورات العمانيات في هذا المعرض كتصوير الوجوه والتجريد والتصوير المفاهيمي والطبيعة وكذلك الحياة الصامتة، عكس رؤية وثقافة بصرية وصلت إليها المصورة العمانية بعد أن لمست الوعي المجتمعي بتذوق هذا الفن. البرتقالة تدل على الشاب وحياته في مرحلة الشباب، الضوضاء اللي يعيشها في مرحلة الشباب. مشاركتي في هذا المعرض تمثلت في التنظيم واختيار الأعمال المشاركة في هذا المعرض. 49 صورة ل35 فنانة ضوئية تم اختيارها من بين 763 مشاركة، تقدمت بها 225 مصورة للمشاركة في المعرض. تطور في ثقافة الضوء وثقافة التصوير للمرأة في عمان، شهدنا خلال 7 سنوات تدرج في المستوى الفني والمهارات التي تقدمها المصورات من خلال الأعمال الفنية. صورتي عنوانها البتلة، وهي هي من نوع بورتري الأطفال. برامج وفعاليات تم تخصيصها هذا العام للمصورات العمانيات بهدف رفع مستوى الأعمال لديهن. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. المتابعة القادمة في غرس ثقافة الحوار في نفوس طلبة المدارس، أبرز طبعا ما جاء أو هدف إليه الملتقى التربوي الأول بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية. الملتقى اشتمل على 3 محاور رئيسية ناقشت التحصيل التربوي ودور الأنشطة التربوية وأهمية الحفاظ على مرافق البيئة المدرسية. من بين هذا الحضور الطلابي الغفير نخبة من الطلبة المجيدين على طاولة الحوار، وفي لقاء مباشر مع عدد من التربويين والمعلمين والأكاديميين يجمعهم ملتقى الحوار التربوي الأول بتعليمية شمال الشرقية. أهمية هذا الحوار حيث يأتي أنه بيخلق ثقافة جدا مهمة ما بين الطلبة
حول قضايا التعلم وتحديدا قضايا التحصيل الدراسي والانشطه وقضايا ايضا القيم، وبينهم وبين كذلك ادارات المدارس وبين المعلمين. حوار تربوي هادف برؤيه تربويه مقننه مرتكزا على اعمده ثلاثه في محاوره تجمع بين التحصيل الدراسي والانشطه التربويه وتوفير بيئه مدرسيه جاذبه. الحوار مهم جدا وضروري في ان الطالب يعبر عن افكاره، عن احتياجاته، عن مشاكله. بطبيعه الحال ان كل مرحله مراحل حياه الطالب في المدرسه يمر بصعوبات لابد ان يتخطى هذه الصعوبات. الطلبه والطالبات اثروا هذه الحلقه بارائهم ومقترحاتهم التي تسهم في رفع المستوى التحصيلي، وحلق البعض باماله في تهيئه البيئه المدرسيه لممارسه ميولهم ومواهبهم المتنوعه. ويتيح الفرصة لي للمشاركة بمتطلباتي التي أريد أن من المسؤولين إنجازها، وذلك للرقي بالمدارس التعليمية. هذه الاجتماعات تثمر في تحصيل المسيرة العلمية للطلاب ورفع المستوى التحصيلي لهم، بحيث أن يناقش الاقتراحات وتم دراستها لأجل رفع التحصيل الدراسي. الحوار أحد أهم أساسيات الحياة البشرية، فهو وسيلة التواصل والاتصال بين الناس وطريقة نقل الثقافات والحضارات، فبالحوار تتحقق معاني التفاهم وحل المشكلات، وهو الهدف الأسمى الذي سعى هذا الملتقى لغرسه في نفوس الطلبة. يأمل هؤلاء الطلاب من خلال هذا الملتقى الحواري إلى التحليق بآمالهم إلى واقع يروي ظمأ ميولهم واهتماماتهم لجعل المدرسة بيئة جاذبة لهم. أحمد بن محمد المعمري من ولاية إبرا، محافظة شمال الشرقية. تطبيقا لمقولة أن الموسيقى لغة عالمية، تنفذ فنانتان فلسطينية وبرتغالية عملا مشتركا بعنوان مينا بلغات ولهجات شتى. تركز الفنانتان على إحياء أغاني الشعوب التراثية وإبرازها في مناطق مختلفة من المعمورة وبتوزيع وأداء جديدين، وتشهد صالات العرض إقبالا واسعا على سماع أغانيها التراثية التي يختلط فيها المحلي والكون بلحن إنساني جميل. أخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية، وتتابعون فيها بعد قليل. بريطانيا تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها لأول مرة. أهلا بكم من جديد. توفي الفنان المسرحي العراقي يوسف العاني عن عمر ناهز 89 عاما في مستشفى بالعاصمة الأردنية عمان، حيث أسس الراحل فرقة الفن الحديث عام 1952، وعد ومثل العديد من المسرحيات وكتب في النقد الفني، كما شارك في كتابة العديد من قصص الأفلام العراقية والعربية، وله عشرات المؤلفات الخاصة بالسينما والمسرح. إلى لاهاي هذه المرة، حيث المعرض الفني في لاهاي الذي يقام في متحف ماور تشيس قامت بزيارته كيت ميدلتون دوقة كامبردج التي تزور هولندا، حيث احتوى المعرض بعض الأعمال لفنانين هولنديين بارزين بينهم الرسام فيرمر. أبرز المعروضات كانت لوحة درس الموسيقى لفيرمر التي رسمها بين عامي 1660 و1662. قبل الختام أيها الأحبة، هذه متابعة لهذه النافذة الفنية.
انطلقت سيارة ذاتية القيادة تقل ركابا على الطرق العامة في بريطانيا لأول مرة في إطار تجارب تستهدف التمهيد لسير هذا النوع من السيارات على الطرق السريعة بحلول نهاية العقد الحالي. وتشجع الحكومة شركات التكنولوجيا وصانع السيارات والشركات الناشئة على تطوير واختبار تقنيات القيادة الذاتية في بريطانيا بهدف بناء قطاع يخدم سوقا عالمية. تشير التقديرات إلى أن قيمتها قد تبلغ 900 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2025. واختبرت مركبة صغيرة ذات مقعدين طورتها شركة منبثقة عن جامعة أكسفورد في بلدة ميلتون كينز جنوب إنجلترا يوم الثلاثاء. ويتطلع المنظمون إلى أن تقدم التجارب معلومات ضرورية عن كيفية تفاعل السيارة مع المشاة وغيرهم على الطريق. وتشارك شركة جاكوار لاند روفر وفورد في مشروعات السيارة ذاتية القيادة ببريطانيا، حيث تسعى الشركات إلى منافسة شركات تكنولوجية مثل ألفابيت المالكة لجوجل والتي تقوم أيضا بتطوير مركبات ذاتية القيادة. إذن بهذه المتابعة في الجديد في عالم السيارات نصل إلى ختام رشرتنا لهذا المساء. هنا إعادة للتذكير بأبرز العناوين. انطلاق الأيام الثقافية بولاية ضلكوت. افتتاح المعرض السابع للمصورات العمانيات بدار الأوبرا السلطانية مسقط. ميناء عرض فلسطيني برتغالي يستنطق التراث. غدا بمشيئة الله تعالى نجدد معكم اللقاء مع متابعات ثقافية متجددة. دمتم في أمان الله.